بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم بنستكمل باقي الميثود اوف كنترول ايميشنز، باقي طرق التحكم في الانبعاثات، وهنشوف النهارده تاثير الميكسينج، افكت اوف ميكسينج اون ريدكشن نوكس، وهنشوف طريقه جديده للاكزهاست جاز ريسيركيليشنز اللي هي بنختصرها اي جي ار، لاعاده تدوير جزء من العادم اللي خارج عندنا من الانجن، والادفانتج اند ديز ادفانتج اوف جي ار. طبعا زي ما احنا بنشوف هذه الطرق بيكون لها عوائد بيئيه ولها عوائد على البرفورمانس بتاع الانجن نفسه. احنا بنركز تركيزنا على العوائد البيئيه بالنسبه لنا في شرح مثل هذه الطرق. لما نيجي نبص على الايفكت اوف ميكسينج اون ريدكشن اوف نوكس، عمليه تاثير الخلط على النوكس، بلاقي ان النوكس decreases by factor of 10 by improving fuel air mixing. يعني انا لو انا حسنت عمليه الخلط بتاع الفيول والاير، تقريبا بنتكلم في ان انا بنقص النوكس بمقدار فاكتورز 1/10، يعني بنسبه كبيره جدا. يعني بنقول بننقص تقريبا الفاكتور بتاعنا بيكون by 10. اوكي، وبعدين لما اجي اشوف عدم الانتظام، النون يونيفورميتي انكريز ذا نوكس ايميشنز، عدم انتظام عمليه الخلط بيؤدي الى زياده انبعاثات اكاسيد النيتروجين. الفلكتويشنز ان ايكويفالنس ريشيو رايزز نوكس فورميشن. الايكويفالنس ريشيو برضو اللي هي نسبه الخلط بتاع الفيول اير ريشيو، لو فيها تذبذب بيؤدي الى رفع نسب اكاسيد النيتروجين. For example، الفلكتويشنز بحدود 10% يؤدي الى مضاعفة النوكس. يعني لو انا حصل فلكتويشن بنسبة 10% في عملية الايكويفالنت ريشيو، هيؤدي الى دبل نوكس فورميشنز، يعني زودها الى الضعف. كذلك لو عملية الخلط نفسها عملية بور، يعني عملية ضعيفة او فقيرة، بنقول النوكس بيزداد. النوكس انكريز also with the increase of Reynolds number، لان Reynolds number هيزود التربلنس اللي موجود عندنا او مستوى الاضطراب اللي موجود عندي، فبيزود نسب اكاسيد النيتروجين. وفي النهايه كل دول بيعتمدوا زي ما قلت دائما على الفليم تمبريتشرز في كل ظروف التشغيل، ولذلك بنقول نوكس depends on flame temperatures for all conditions. لكل ظروف التشغيل عندي اهم بارامتر عندي هو الفليم تمبريتشر. ويمكن الفيجر اللي قدامنا ده بيعمل لي مقارنه بين البور ميكسينج، مقارنه جود ميكسينج، ومقارنه من اللي هو نيرلي بيرفكت ميكسينج، ودي نتائج معمليه. ادي عندي الفليم تمبريتشر، بنلاحظ انه النسب في حاله البيرفكت طبعا اقل من الجود، اقل من البور، وبنسب كبيره جدا بالنسبه للنوكس. وده بيديني الايفكت اوف نون يونيفورم فيول اير ميكسينج اون نوكس فورميشن. من الطرق المهمه واللي استخدمت في الانجنز، قبل ما نتكلم عليها برضو الفيجر اللي قدامنا ده بيديني تاثير رينالدز نمبر، الايفكت اوف ميكسينج اون ريدكشن اوف نوكس. فاذا احنا جينا بصينا هنا هنلاقي ان انا عندي الايفكت اوف نسبة النوكس اند رونالدز نمبر، وده خدنا محرقة بمواصفات معينة وتم عليها الاختبارات، لقينا انه ادي عندي التربلنت وادي عندي اللامينر. فاللامينر تقريبا هتلاقي الترند بتاعنا مش بيتغير كتير، لكن التربلنس عندي كل ما التربلنس بيزيد بيزداد نسب اللي هي النوكس اللي موجودة عندنا. في سيستم مهم جدا هنتكلم عليه، واللي هو الاكزوست جاز ريسيركيليشن، اللي هو اعاده تدوير الاكزوست جاز او العادم اللي خارج من العربيه. احنا بنيجي بناخد من مخرج، من عند المخرج بتاع العادم بناخد جزء من الاكزوست، طبعا بيكون درجه الحراره بتاعته عاليه جدا، بندخله على المدخل اللي هيتم فيه عمليه اللي هي الخلط بتاع الوقود مع الهواء. ودي العمليه بتفيدني على مستوى البيئه وبتفيدني على مستوى البرفورمانس بتاع الانجن. فبنيجي بنقول انه الاي جي ار لو انا ريديوس فليم تمبريتشر نوكس اند نوكس ريديوسز ريبيدلي، طالما قللت الفليم تمبريتشر النوكس هيقل على طول. ولذلك احنا الجزء اللي قدامنا ده بيديني
الفلو ادى الفلو جاز ريدكشن، عمليه تقليل النسب اللي موجوده عندنا، وده النوكس بالبي بي ام. بتلاقي انه النوكس في البدايه لما بيكون عندي ما فيش جزء بلاقي النسبه بتاعته عاليه جدا، لما بدات تاخد جزء بدا يقل عندي، لما باخد جزء من العادم بدا النوكس يقل عندي. فبنقول انه اي جي ار ريديوس نوكس باي 50%. يعني لو انا عندي نظام اعاده التدوير ده بقدر اقلل النوكس بنسبه 50% لو ويز اي جي ار اوف 20% ديو تو ريديوسد اوتو. لو انا خدت نسبه 20% جزء بس بقدر اقلل، وده واضح عندنا. لو انت كده عند 20 ونزلت بالكيرف كده تقريبا اوريون 15 عند الصفر بقت كام؟ 30، يعني تقريبا 50% من القيمه بتاعه الانبعاثات الغازيه. طيب اضاف من 25 الى 30% بعد كده مش هتلاقي التحسن بيكون كبير. الاي جي ار فليم ستابيليتي dimensions and further addition EGR is not effective. يبقى انا بعد ال 20 هيكون موضوع ال EGR نستخدم نسبه اكتر من 20% من الغازات الطالعه بتكون نسبه غير فاعله. يعني لو خدت مثلا 50% خدت، لا يبقى انا الرينج الطبيعي من 25 الى 30 كويس جدا. Higher heat capacity of fresh air with increased H2O and CO2 content due to EGR. يبقى بيحدث عندي زيادة في ال H2O و CO2 نتيجة استخدام ال EGR. طيب ال advantages and disadvantages of EGR. زي ما احنا شفنا little or no compressor development is required. ما بحتاجش تطوير كتير في الانجن غير حاجات بسيطة جدا زي ما هنشوف ان احنا بنحتاج بس انتر كولر بين عشان نقدر نبرد بيه. والكونفيجنال الكونفنشنال كومباستورز كان بي يوزد. طب العيوب بتاعته ايه؟ higher disadvantages of EGR higher heat capacity of exhaust with increased H2O and CO2 content. يعني ده عيب من العيوب بتاعته. طبعا بنحتاج ان انتر كولر بتوين اكزهوست اند انلت، بنحتاج جزء عمليه مرحله تبريد بينيه بين الكلين فيول كان بي يوز تو افويد بروبلم اوف فولينج اند كونتامينيشنز، اللي هي ان انا بحتاج كلين فيول في هذه الطريقه. طبعا ده بيكون سعره اعلى من الوقود اللي ممكن يكون اقل جوده منه. يبقى احنا شفنا هنا الاي جي ار، والاي جي ار من الانظمه المهمه جدا جدا في تقليل الانبعاثات الغازيه وكذلك في تحسين البرفورمانس بتاع الانجن اللي موجود عندي. ان شاء الله المحاضره القادمه نستكمل باقي طرق التحكم في الانبعاثات الغازيه.